السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت نوجد معكم الطريقة ديالي باش كنوجد التيراميسو. كنوجدو سواط بسبيكولوز وسواط بالبسكوي. هذا عندي 500 غرام ديال ماسكاربون، وعندي 5 البيضات، وعندي 100 غرام دو سكر، وعندي شوية الملح باش نطلع البياض البيض ديالي، وعندي القهوة سريعة الذوبان، ولا الكاكاو والمر كنحتاجو للتزيين. خليكم معايا حتى اخر الفيديو. كنطربو 4 البيضات ديالنا، كنحيدو نورمالمون 5، خلينا 4 5 هنايا، هنايا 5، وهنايا البياض البيض غير 4. ملي طربنا البيض ديالنا على الشكل هذا، اونيج بياض البيض، نحطو على جنب وندوزو نطربو لي جون دوف. نطربو الصفار البيض ديالنا، انا ما درتش 100 غرام حيت عندنا ديجا الشوكولا، دايما كنقص من السكر باش ما يجيناش حلو بزاف، وعندنا ديجا سبيكولوز حلو. من بعد ما طربنا الصفار البيض مع السكر، غادي نزيدو عليه الماسكاربون. نطربهم شوية باش يندمجو مع بعضياتهم، ونرجع معاكم. نزيدو هاد البياض ديالنا غير بشوية باش ما نهرسوش، واللي ما بغاش البيض يقدر يستغنى عليه، يقدر يزيد الكريم فريش. كنبداو نصفو البيسكوي، كنغطسو البيسكوي ديالنا في الكافي. الجهة اللي فيها السكر هي اللي كنديروها من الفوق، وانا ما كندير كنغطسوش كامل في القهوه، لحقاش من بعد كيدوب كامل على الطريقه هذه. كنزيدو ونزيدو الكريمه ديالنا على الطريقه هذه. كنفرقو الكريمه ديالنا على جوج، من بعد ملي غطينا الطبق الاولى ديالنا كندير الشوكولا. من بعد ما كملنا الطبقه الثانيه غادي ندخلوها للثلاجه لمده 3 ساعات، ولا تخليوها ليله في الفريكو حتى لغدلين. بسم الله. كنطرح عليكم الوصفه الثانيه ديال التيراميسو اللي كنوجدها بسبيكيلونز، وولادي كتعجبهم بزاف. نفس الطريقه ديال التيراميسو الاول اللي صايبنا، انا قدمتو نيشان في الطبق التقديم. من بعد ما درنا السبيكولوز ديالنا كنزيدو عليه هاد الخليط هذا، نفس الطريقه.
نقادو هكا مزيان. كندوزو للطبقة الثانية. هي في الحقيقة بس بيكلوز كيجي لذيذ من كل واحد وطريقة ديالو، كل واحد الذوق ديالو. هنا عندي بلاصه صغيره كنقص من قطعه البسكويت ديالي على الشكل هذا. وعلى كده الطبقه ديالنا كنقدوها هكا. كنزيدو عاوتاني الطبقة الثالثة. الشكل هذا السبيكلوز كان ندير له هذاك الكافي ديال سريعة الذوبان من كل جهة، ماشي فحال البسكويت الاخر. هاد البلاصة اللي كتقام هكا كنقطع البسكويت ديالي بهذا الشكل هذا. من بعد ما كملنا الشكل ديالنا غادي نزينو هكا بشوية الشوكولات وغادي ندخلها للثلاجة. وخليكم معايا حتى الشكل النهائي، نتلاقاو من بعد ان شاء الله. من بعد ما خرجنا التيراميسو ديالنا من الثلاجة كنزينو بالكاكاو والمر وبالفرامبواز. وهذا ديال سبيكولوز كيجي على هذه الطريقه هذه. ويمكن لكم توضعوه في المول كبير بحال هذا، بحال هذا المول هذا، لكم الاختيار. خليكم معايا حتى لنهايه الفيديو. كنقطعوا المرصو ديالنا على هذه الطريقه هذه. كان هذا هو الشكل النهائي ديال التيراميسو ديالنا الايطالي باللمسة المغربية. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وانا حاولت نبسط لكم كل شيء باش يجيكم فاسيل. وشكرا لكم على المتابعة، ونتلاقاو مع وصفة جديدة ان شاء الله.